السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن مادة الفطريات المرضية النظري، المحاضرة الثانية، قسم تقنيات المختبرات الطبية للمرحلة الثالثة. Classification of mycoses، تصنيف الفطريات. طبعا تصنيف الفطريات يرجع العديد من العوامل اللي ممكن يتم على أساسها تصنيف الفطريات. النوع الأول من التصنيفات classification based on site، يعني اعتمادا على موقع الإصابة اللي ممكن راح تسبب به الفطريات. النوع الأول هو superficial، السطحية. النوع الثاني cutaneous، هو الطبقة الأولى من الجلد. النوع الثالث هو subcutaneous، اللي الطبقة المصاحبة أو الطبقة الثانية من طبقة الثالثة عفوا من طبقات الجلد. النوع الرابع هو السيستماتيك أو الديب، هنا راح تنتقل باقي أجزاء الجسم ممكن تسبب لي إصابات أشد، إصابات جهازية. النوع الثاني classification based on route of equation، يعني الطريقة اللي ممكن تكون بها الجسم اتعرض للإصابة. ممكن أقسمها إلى نوعين، إكسوجينس خارجية، ممكن تكون من السويل، ممكن تكون عن طريق السبورز. النوع الثاني هو الإندوجينس داخلية، ممكن انتقالها من مكان إلى مكان ثاني يسبب لي الإصابة. النوع الثالث من التصنيفات classification based on virulence، اعتمادا على عوامل الفياعة أو الضراوة. النوع الأول هو البرايمري باثوجينيك، هذا النوع من الفطريات يكون أساسا هو فطريات ممرضة. النوع الثاني هو الأوبورتشينستيك، الانتهازية. الأوبورتشينستيك هي فطريات موجودة بشكل طبيعي على الجسم، لكن مع ضعف الجهاز المناعي ممكن تتحول من فطريات غير مؤذية وغير ضارة إلى فطريات مؤذية وضارة، تحدث أضرار، ممكن تحدث العديد من الأمراض بالجسم، قد تؤدي بالنهاية إلى الوفاة. أول نوع من الفطريات اللي هي superficial or cutaneous mycosis، طبعا هذا النوع من الفطريات راح يكون على الطبقة الجلدية السطحية أو الطبقة الأولى من الجلد. العديد من الفطريات ممكن تسبب لي الإصابة، لكن أبرز أنواع الفطريات اللي ممكن تسبب الإصابة بالcutaneous أو superficial هي الوايت بيدرا، بلاك بيدرا، المالسيزيا فرفر، والفايو أنيليو مايسوزز ورينكي. يوضح لنا الإصابة بالسوبرفيشيال مايكوسيس بالصورة الأولى، هي صورة حقيقية لإصابة فطرية سطحية. الصورة الثانية توضح لي شكل الخلايا تحت المجهر، والصورة الثالثة توضح الشكل الحقيقي للفطريات أثناء نموها بين الأنسجة، توضح الهايفة والكونيديا. من إصابات السوبرفيشيال سكين هي التينيا نيجرا، طبعا التينيا نيجرا واحدة من الحالات اللي تسبب الإصابة في مناطق باطن الكف والقدمين. شكل المستعمرات على أوساط النمو تكون ذات لون الفيشيس، اللون الزيتوني، يست لايك، يعني نوعا ما تشبه لون أو شكل الخمائر. تحب أو إلها القابلية على تحمل درجات من الملوحة تصل إلى 10% من الـ NaCl. توصل درجة حرارة النمو إلى 37 درجة سليليزية. طبع هذا النوع من الفطريات القابلية أو القدرة على تحمل الملوحة، لذلك تكثر الإصابات بهذا النوع في المناطق الاستوائية والشبه استوائية، بالإضافة إلى الأشخاص اللي يكونون معرضين لهذا النوع من الإصابة هم الأشخاص اللي يكونون بالغالب متعرضين إلى حالات المد والجزر بالمياه، في سواء كان في السواحل أو في البحار. مميزة للتينيا نيجرا ظهور بقع تكون بلون light brown to black non scaly، يعني البقع اللي تظهر تكون غير مقشرة، بعض الأحيان تكون حافاتها حادة، لونها أو شكلها عفوا يكون بيضوي، لكن بعض الحالات البقع تكون غير محددة وممكن تكون عفنية تظهر بشكل أعراض على الجلد، لكن معظم الوقت تكون هي غير ظاهرة للأعراض، أسيبتوماتيك.
بالإضافة إلى أنه الأماكن أيضا مثل ما قلنا اللي تظهر بها هي سطوح بواطن الكف والقدمين، بالإضافة إلى الجذع الرقبة. ممكن في حالات أخرى تكون أو يتم تشخيصها بشكل خاطئ على أنها جنكشنالي ميلانوسايتيك نيفاس، أي يعني وحمة، وأيضا ممكن تشخص على أنها مالجنانت ميلانوما. تيشيس أو البلاك فانجاي هي نوع أو حالة من الإصابة بالفطريات الجلدية. طبعا هذا النوع أو هذه الإصابة الجلدية تحوي أو المسبب لها العديد من الأنواع الفطرية اللي تكون إصاباتها أو متحددة بالإصابات الجلدية. ممكن أميز حالتين من الإصابة الجلدية، النوع الأول هو المايسيتوما والنوع الثاني هو الكروموبلاستومايكوزيس. في حالة الإصابة بالمايسيتوما الكروموبلاستومايكوزيس هنا أحتاج حتى أشخص هذا النوع من الإصابة إلى هيستوباثيك، يعني دراسة المقاطع النسيجية. شنو الغاية من دراسة المقاطع النسيجية؟ أثناء دراسة المقاطع النسيجية أنا ممكن أشخص الفطر. شكل الفطر تكون بشكل حبيبات، المستعمرات تجمع بشكل حبيبات تكون ذات لون أسود أو غامق، لهذا تنطي اللون الأسود أو الشكل الأسود للجلد، بالإضافة إلى أنه هذا النوع من الفطريات تحيط بها مادة شبه خلوية تكون حاوية على مادة الميلانين، بالتالي هي السبب في ظهور اللون الأسود أو بتسميتها باللون البلاك فانجاي. طبعا الصورة الأولى هي صورة مجهرية لمقاطع البلاك فانجاي عفوا أو ديماتيشياس. الصورة الثانية هي لحالة الإصابة بهذا النوع من الفطريات، ممكن أني أشوف شكل الفطر والحالة شلون. طبعا هاي حالة متطورة جدا، واصل مرحلة بعد الإصابة بالبلاك فانجاي. النوع الثاني من الفطريات هو الكيوتينياس مايكوسيس. هذا النوع من الفطريات بشكل عام سبب الإصابة للنون ليفينج تيشو، يعني الشعر، الأظافر، الطبقة الخارجية من الجلد. هذا النوع أو هذا الشكل من الفطريات يحوي على ما يقارب 20 نوع متقسمة إلى 3 أجناس. هذه الأجناس هي الإبيديرموفايتن والمايكروسبورام والتريكوفايتن. جميع هذه أجناس لها القابلية على استهلاك مادة الكيراتين الموجودة سواء كانت بالشعر أو الأظافر، ونموها يكون على الأحياء أو الأنسجة الغير حية. تستطيع أو ممكن تسمية هذا النوع من الإصابات بالرينغورم. ممكن تسبب للإصابة للإنسان بالإضافة إلى جميع الفقريات، وانتشارها دائما يكون بالأنسجة الحاوية على الكيراتين. هذه الصورة توضح حالة الإصابة بالكيوتينياس مايكوسيس أو بالرينغورم. إذا نشوف شلون ظاهرة على إيد البيشنت، إنه بالبالم يعني داخل أو باطن اليد ظهرت الحالة بشكل لون أو تصبغ لوني. الصورة الأولى هي صورة مجهرية لشكل أحد أنواع الفطريات المسببة للإصابة بالكيوتينياس مايكوسيس. النوع مايكروسبورام هو أحد الأنواع اللي تكون ضمن جنس الديرماتوفايتون أو وهي تنتمي للديرماتوفايتوزيس. شنو هي الديرماتوفايتوزيس؟ هي ترم مصطلح يستعمل حتى أعرف حالة الإصابة بالشعر أو الجلد أو الأظافر. لنتيجة شنو النتيجة؟ نتيجة أي إصابة بالفطريات للجنس ديرماتوفايتس بالإضافة إلى المايكروسبورم. وهذه النوع من الفطريات تكون لها القابلية على تحليل أو تكسير أو تحطيم مادة الكيراتين الموجودة بالأظفر أو موجودة عفوا بالشعر، موجودة أيضا بالجلد. وتعتمد درجة التحليل أو درجة تحطيم الأنسجة على النوع الناقل،
يعني تختلف سواء كانت بالإنسان عنها بالكائنات الأخرى. طبعا هذه الفقرات هي توضح لي شكل الفقر الأول، يوضح لي شكل الفطر أو أحد أنواع الفطريات الموجودة بالجلد، والشكل الثاني يوضح لي شكل الإصابة أو ما يسمى بالترموفايتوزيس. الثاني من الإصابات هو الإبيديرميل فايتون. طبعا الإبيديرميل فايتون هي نوع من الفطريات الشعرية، واللي ممكن أيضا تسبب لي الإصابة بالديرموفايتوزيس. صفة هذه الطفيليات أو الفطريات أنه غير قادرة على اختراق أي أنسجة حية، تخترق فقط الأنسجة الغير حية، بالتالي تؤدي إلى تحليل مادة الكيراتين اللي تكون موجودة مثل ما قلنا بالشعر والجلد، الطبقات العلوية فقط من الجلد، ولا تستطيع اختراق الطبقات الثانية من الجلد. هذا الشكل أو هذا الفقر يوضح لي شكل الفطريات مجهريا. دي أشوف الصورة الثانية شكل الهايفة وشلون حاوية أو تملك الفطريات بالإضافة إلى الكونيديا. والشكل الأول يوضح لي شكل الفطر طبعا أو السبورس تحت المجهر.